نقول اقتراح اخر تفضلي. انا عندك واحد الكيكه بالقهوه هي كتجي زوينه. في كاسرونه غنديروا فيها كاس ديال القهوه، واحد كاس ديال السنيده، كاس لاروب ديال الزيت، واحد الكاس ديال الشوكولاط مقطع حتى هو طريفات، واحد معلقه كبيره ديال الكاكاو. كنخلطوا هادشي كلشي حتى كيذوب لينا داك الشوكولاط وكيولي الخليط شويه تقيل. كنطفيو عليه وكنخليوه حتى كيبرد. من بعد كنزيد عليه ثلاثه ديال البيضات وجوج ديال الخمارات وجوج كيسان ديال الدقيق، يعني بلا ما نبقى نطرب ولا هذا كندير غير البيض عادي، كنخلط غير المهم ندير جوج كيسان ديال الدقيق يكون الخليط خفيف شويه. كنديرو في هذاك المول العجيب، كندهنو بالزبده وكنرشو بالدقيق، ولا ممكن تدهني بالزبده وترشو السيده باللوز ايفيل، يعني حتى هو كيجي داك المنيضر زوين. ايه وكندخلو الفران، ملي كطيب كنوجد الكريمه، كريمه عادي ديال كريم باتيسير فيها نصيطو ديال الحليب، 4 المعالق ديال السنيده وجوج المعالق ديال كريم باتيسير وشويه ديال روح الفاني. كنخلي هذا الخليط حتى كيعقد وكندير عليه واحد ياغورت ديال الكراميل. وكنحركو وكنعمر هذيك الحفيره، وهاد الحفيره كنسقيها من داك نعمرها، وديك الكيكه كنسقيها من الجوانب، كنسقيها بواحد الكراميل حتى هو كيجي زوين. هاد الكراميل ممكن لصقو به الصابلي، يعني كيبقى عندنا في الباب ديال الثلاجه كديري به اي حاجه ما كيخسر ما والو. كناخذ واحد الكاس ديال السنيده كنديرو فواحد الكاسرونه حتى كيولي كراميل. من بعد كنزيد عليه واحد الياغورت مسوس وكنبقى نخلط، يعني ديك السنيده راه كتحجر مع داك الياغورت، كنبقى نخلط حتى كدوب ليا، وكنزيد عليه واحد شويه ديال روح الفاني وصافي كيولي عندي كراميل ثقيل. اييه كنشدو كن داك الجوانب ديال ديك الكيكه كن كله كنسقيه بهذا الكراميل، وكندير في الجناب كندير شوكولاط فيرميسيل. بالصحه والراحه، يعني كتجي زوينه.